أهلا بحضراتكم من جديد. امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سلم مجموعة من خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب شهادات التخرج، كان ما بينهم الشيخ محمد السيد أبو هاشم وهو خريج البرنامج الرئاسي وإمام وخطيب ومدرس في مسجد السيدة زينب، وده بيعكس حجم التطور والتأهيل اللي بيحصل دلوقتي للدعاء. احنا معانا على التليفون الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. دكتور أهلا بحضرتك يا فندم وصباح الخير. صباح الخير. أهلا أستاذ ياسر بحضرتك وبالأستاذة دينا وبالسادة المشاهدين جميعا، ويوم سعيد عليك وعلى مصر كلها إن شاء الله. صباح الخير، وطبعا ألف مبروك على تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لأحد أئمة وزارة الأوقاف وأيضا خريج الأكاديمية الوطنية للتدريب، وحضرتك كلمنا عن هذا التكريم. بداية بالطبع كل الشكر والتقدير لسيادة الرئيس على هذا التكريم وعلى اهتمامه بالخطاب الوسطي المستنير، فهذا التكريم دعم للفكر الوسطي، وسيادة الرئيس خير داعم للشباب وللفكر الوسطي. وألخص حديثي مع حضراتكم في نقطتين. الأولى أن هذا المنتدى الشبابي هو منتدى عالمي بامتياز، بل إنه أهم منتدى، أهم وأكبر وأعظم منتدى شبابي في العالم، وهو صورة مشرفة لمصر. يأتي ذلك من حيث إن سيادة الرئيس مؤمن بالشباب وحق له ذلك، فالشباب عماد أي أمة، وتطور الأمم مرهون بقوة وعطاء شبابها وإيمانهم بالولاء والانتماء. في رسالة تانية مهمة جدا، هذا المنتدى جمع الشباب على اختلاف دياناتهم وثقافاتهم وجنسياتهم وألوانهم ولغاتهم. صحيح. رسالة من مصر لإيمانها بالعيش الإنسان المشترك، إيمانها بالإنسانية، إيمانها باحترام الإنسان وآدمية الإنسان بغض النظر عن دينه أو جنسه أو لونه أو ثقافته، ودي رسالة سلام لفقه العيش المشترك وإيمان الدولة المصرية بدولة المواطنة من جهة، وبالعيش الإنسان المشترك من جهة، وبحرص على السلام العالمي، فهذه رسالة سلام من أرض السلام للعالم. أما الجزئية الأخيرة وهي ما يتصل بتكريم الإمام، فبالفعل هو من أئمتنا المتميزين، وبالمناسبة هو من الأئمة الذين صدر لهم قرار وزاري للسفر لدولة ألمانيا خلال شهر رمضان مع 11 إماما وقارئا لدولة ألمانيا وحدها لإحياء ليالي وأيام شهر رمضان المقبل. احنا حقيقة بنتنوع في التدريب ما بين التنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، أكاديمية ناصر العسكرية العليا، مع الهيئة الوطنية للإعلام، مع وزارة التعليم العالي، مع وزارة التربية والتعليم، الدورات المتكاملة في أكاديمية الأوقاف، لأن عملية التأهيل والتدريب هي عماد تأهيل الشباب. والحقيقة نحن ندفع بقوة بالشباب. هذا الإمام أحد أئمة مسجد السيدة زينب، معظم أئمة المساجد الكبرى بل جميع الأئمة في مسجد الإمام الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة هم من الشباب. خلف القيادة السياسية وعلى خط الدولة المصرية عملنا على تمكين الشباب سواء في الدعوة. بالمناسبة رئيس القطاع الديني الآن أصغر رئيس قطاع ديني في تاريخ القطاع الديني منذ نشأة وزارة الأوقاف. أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أصغر أمين عام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية منذ نشأته. معظم قيادات الوزارة الآن بندفع بقوة بالشباب، لكن مش أي شباب. بعد تأهيله وإعداده، القصة أهم شيء الإعداد والتأهيل والكفاءة هي المقياس. دكتور محمد، يعني بالعودة مرة أخرى إلى منتدى الشباب، يعني كيف ترى أن هذا المنتدى بيعزز من نظرية التقارب وبيتسع للمختلفين دينيا وثقافيا؟ حضرتك بقى ناس كتير كان في ناس دايما تتكلم عن نظرية التقارب والتعارف وجعل لناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وكنا نتحدث تحدثا نظريا. منتدى الشباب نقل الكلام والخطاب من النظرية التي كنا نتحدث بها ويتحدث بها العلماء ورجال الدين والمفكرون والسياسيون إلى التطبيق العملي، لأن ممكن من ما أسهل التنظير
وما أصعب التطبيق، إن إحنا نحول التنظير في الإيمان بالتنوع والتعددية وقبول الآخر وثقافة العيش المشترك واحترام آدمية الإنسان بغض النظر عن ديني أو جنسي أو لونه وإمكانية التعايش والإيمان بقدرات الشباب، ويتحول ذلك إلى واقع تقره الأمم المتحدة، نجاح كبير لمصر ورؤية عظيمة للسيد الرئيس في هذا المنتدى الذي يعلو صوته العالمي عاما بعد عام لما يقدمه من صورة فريدة ليس لها مثيل في أي تجمع شبابي آخر في أي دولة من دول العالم. طيب معالي الوزير، يعني أكيد الرئيس السيسي اهتم بتجديد الخطاب الديني خصوصا في هذه المرحلة، كيف ترى دور وزارة الأوقاف ودور الأزهر في تجديد الخطاب الديني خصوصا للشباب؟ لا شك أن كما أكدت أن سيادة الرئيس خير داعم للخطاب الوسطي وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وشجعنا كثيرا ويدفعنا ويتابع التفاصيل أولا بأول وبمنتهى الدقة، ولا شك أن الجهود التي بذلتها وزارة الأوقاف بالتعاون مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الثقافة والتعليم العالي والهيئة الوطنية للإعلام والصحافة جهود أثرت كثيرا في الشارع المصري، ليس في الشارع المصري فقط بل في العربي والعالمي لسبب معين. أولا لدينا موفدون إلى مختلف دول العالم، يعني إحنا عندنا في رمضان القادم عدد من الموفدين كما قلت 11 إماما إلى ألمانيا، عدد إلى فرنسا، إلى كندا، إلى البرازيل، إلى أستراليا، إلى أفريقيا، إلى آسيا، يعني فنحن نؤثر من حيث موفدين ومبعوثين وموفد الأزهر مبعوثين. إضافة إلى أننا لدينا حركة واسعة جدا في حركة الترجمة، ويكفي أننا بإذن الله إن شاء الله في معرض الكتاب القادم سنحتفل بالاشتراك مع وزارة الثقافة بإصدار 100 عدد من سلسلة رؤية. هناك عملنا سلسلة اسمها سلسلة رؤية للفكر المستنير لتصحيح المفاهيم الخاطئة، نشر الفكر الوسطي المستنير، سنحتفل في المعرض هذا بإتمام 100 عدد في أقل من 3 سنوات، وهو ربما لم يتحقق في أي سلسلة سواء بقى كانت باللغة العربية أم باللغات الأجنبية أم بسلسلة رؤية للطفل، لأننا معنيون بالفعل بتفكيك المفاهيم الخاطئة والفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر صحيح الدين، لأن دائما نؤكد الأديان كلها رحمة، الأديان جاءت لسعادة الناس. يقول الحق سبحانه وتعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إنما المشكلة كانت في من حاولوا أن يستخدموا الدين ويوظفوه لمصالح شخصية، في من تاجروا بالدين باسم الدين وشوهوا المفاهيم وحذفوها لخدمة أيديولوجياتهم الخاصة. أما الأديان فهي رحمة وسماحة وتعايش كما رأينا، وتطبيق عملي للتعايش بشرط أن نفهم الدين فهما صحيحا وأن ننأى به عن أي توظيف لصالح أي جماعة أو لأي فصيل أو لأي أيديولوجية أو لخدمة مصالح دنيوية خاصة ونظرات ضيقة لجماعات التطرف التي حذفت بعض النصوص وخرجت بها عن سياقها. احنا سعدنا بوجود حضرتك معنا السيد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، شكرا جزيلا لحضرتك وصباح الخير.